إلى إرهابية طرقات الآن، حيث ارتفعت حصيلة حوادث المرور خلال شهر رمضان الفضيل بشكل رهيب، حيث تسجل معظم الحوادث قبل أذان المغرب. مزيد من التفاصيل مع نادية زايد. قتلى وجرحى وحوادث بالجملة عبر طرقات الوطن في مشاهد مرعبة تكررت عدة مرات منذ دخول شهر رمضان، حيث أضحى الجزائريون يصبحون ويمسون على أخبار لحوادث مأساوية لم يسلم منها الصغار والكبار، وبطلها دوما العامل البشري. عدم الالتزام بقوانين المرور واحترامها من طرف السائقين يبقى السبب الأول في تفاقم ظاهرة إرهاب الطرقات التي تحصد آلاف الضحايا. ارتفاع حوادث المرور في شهر رمضان نظرا لأنه هناك حركية كبيرة، كذلك بالنسبة لشهر رمضان في فصل الصيف من الأسباب الرئيسية أنه استعمال السلع المفرطة وكذلك غياب الثقافة المرورية. هناك تكون برامج في المستوى وبرامج تحسيسية وفي القاعدة، لازم تهبط القاعدة، لازم نهبطوا الميدان، لأنه لازم نحسوا هذا سواق النقل الجماعي وسواق المركبات والشاحنات الكبرى. عوامل مختلفة تدخل في الارتفاع المستمر والرهيب لحوادث المرور التي تزداد حدتها في شهر رمضان، حيث لم تنجع الحملات التحسيسية في كبح العنف المروري وإرساء الثقافة المرورية عند المواطنين، وهو ما ينعكس في الأرقام التي تجاوزت حصيلة الحروب.